السلام عليكم طلاب، وياكم الأستاذ المدرس المساعد أياد عبد الأمير حسن، التدريسي في كلية رشيد الجامعة قسم علوم الحياة وقسم التحليلات لمادة اللغة الإنجليزية. طلاب، هذا الفيديو راح أتكلم باللغة العربية، الفيديو قبل أتكلمت باللغة الإنجليزية، وراح يكون موضوع إن هنا المقارنة المفاضلة، صفات المقارنة المفاضلة، وعندنا استخدام الوات ويا اللايك إيش تعطينا. قبل ما نبدي لازم نعرف شنو معنى المقارنة وشنو معنى المفاضلة. المقارنة نقارن بين شيئين أو شخصين أو عملين، أوكي؟ بس المفاضلة شنو؟ مفاضلة نقارن بين واحد ويا الكل، شخص ويا جماعة، مثلا مجموعة كاملة، أو شيء ويا أشياء، وهكذا. هسه أنا مثل ما شرحت لكم قلت لكم هنستخدم المقارنة حتى نقارن بين شيء أو شخص أو عمل ويا آخر. المفاضلة هي نقارن بين شخص، اوكي، او 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 شيء ويا من ويا الجروب كله اذا كان اشخاص او اشياء. انت طبعا بيها ملاحظات، المقارنة المفاضلة بيها ملاحظات، قسم من الصفات تجيني قصيرة وطبيعية اللي نضيف لها اي ار بالمقارنة، نضيف لها اي اس تي بالمفاضلة. تتذكرون عندنا المقارنة نضيف بالصفة العادية نضيف اي ار، بالصفة العادية بالمقارنة نضيف اي اس تي. أول ملاحظة، إذا عدي صفة قصيرة مثل cheap بالمقارنة تصير cheaper، بالمفاضلة تصير cheapest. small بالمقارنة تصير smaller، بالمفاضلة تصير smallest. big تصير bigger وتصير biggest بالمفاضلة. هنا big عندي ملاحظة عليها راح أقول لكم إياها، هم راح أشرحها مرة ثانية، بس هنا أقول لكم إذا أجتني الصفة منتهية بحرف ساكن قبله حرف علة، أضعف الحرف الساكن وأضيف إي آر بالمقارنة أو أضيف إي إس تي بالمفاضلة. هنا طبعا لازم أضعف الحرف بي جست، أوكي، يعني حرفين اللي راح يصير. أوكي زين، عندي صفات منتهية بحرف واي. إذا جت الصفة منتهية بحرف فاي لكن حرف الواي قبله حرف ساكن مو علة، يعني قبله حروف ساكنة مو أصوات علة أو حرف علة، شو راح يصير عندي؟ ألحق له بالواي إلى آي وأضيف إي آر بالمقارنة أو أضيف إي إس تي بالمفاضلة. مثل إيش؟ فاني فانيار، فانيست، إيرلي إيرليار، إيرليست، هيفي هيفير، هيفيست. هاي الملاحظة الثانية كملت. الملاحظة الثالثة، إذا جتني صفة بيها أكثر من مقطع، شنو أكثر مقطع؟ يعني بيها أكثر من حرف علة بالكلمة أو بالصفة، راح يصير عندي مقاطع أكثر من مقطعين أو مقطعين أو أكثر، لازم أخلي مور بالمقارنة وأخلي موست بالمفاضلة. من أفاضل أخلي موست، من أقارن أخلي مور، قبل من؟ قبل الصفة. مثل إيش؟ كيرفول، بالمقارنة تصير مور كيرفول، بالمفاضلة تصير موست كيرفول. بورينج، بالمقارنة تصير مور بورينج، بالمفاضلة تصير موست بورينج. طبعا كل هذا انطيها انا كلمة كلمة، بس بعدين راح اعطيكم جمل حتى نعرف شنو التفاصيل. عندي الملاحظة الثالثة، صار عندي ملاحظة أولى صفة عادية، ملاحظة ثانية صفة منتهية بواي، ملاحظة ثالثة صفة منتهية بأكثر من مقطع، أو يعني هي صفة أكثر من مقطع، يعني أكثر من حرف على بيها. الملاحظة الرابعة، إذا جت الصفة غير قياسي، يعني شاذة، يعني مثلا اجاني بيج او اجاني سمول، سوري اجاني جود او اجاني باد او اجاني فار، ما راح يصير ضيف اي ار ولا اضيف اي اس تي، راح تنقلب الصفة كلها، راح تغير كلها. ايش راح يصير؟ فار فاردر فاردست بالمقارنة، المقارنة فاردر بالمفاضلة فاردست. جود يصير بتر بالمقارنة يصير بيست، هاي لازم تنحفظ طبعا، هي الشغلات تجيبها بالامتحان، يا اما بفراغات يا اما بجمل. الجود يصير بتر بالمقارنة تصير بيست بالمفاضلة، الباد تصير وورست بالمقارنة وورست بالمفاضلة. عندي ملاحظة أخرى، الصفة القصيرة زائد حرف واحد ساكن، يعني مثلا بيج مثل ما أخذناها قبل شوي قلت لكم عليها علامة وعرفتها، بيج بيج إذا حرف واحد بالأخير ساكن وقبل حرف علة ضعف الحرف الأخير وأضيف اي اس تي، اوكي اوكي، يعني اذا جاني حرف بالاخير ساكن بصفه وقبل حرف عله اضعف الحرف الاخير واضيف اي ار بالمقارنه واضيف اي اس تي بالمفاضله. مثل ايش؟ بيج
bigger biggest. hot الصفة العادية, hotter بالمقارنة ضعفت تي ضفت ار بالمفصل بالمفاضلة, العفو بالمقارنة نعم بالمفاضلة سويت ضعفت تي ضفت اس تي. fat بالمقارنة ضعفت تي ضفت ار بالمفاضلة ضعفت تي ضفت اس تي. عندي الآن كلمة الذان استخدمها ويا من استخدمها بالمقارنة, اوكي استخدمها بالمقارنة, لكن شو تقول؟ احنا نستخدم ذان غالبا ما نستخدمها بالمقارنة عندما نقارن, مثل ايش يصير؟ I am younger than you, راح يصير وين؟ راح يصير بعد صيغة المقارنة استخدم ذان I am younger than you. Tom is more intelligent than Sarah. Tom is more intelligent than Sarah. احيانا نستخدم much حتى تصير شلون تاكيد على الصفه او شويه مبالغ بيها, استخدمها بيمن بالمقارنه, مثل ايش؟ مثل she is much nicer than her sister, هي اجمل بكثير من اختها, قارنت وضفت لها تاكيد او بالغت. بينما the نستخدمها بس ويا المفاضله, قبل شوي استخدم الذان هسه راح نستخدم الذا بس الذا ويا من؟ ويا المفاضله مو ويا المقارنه. ذا از ذا فور اكزامبل, هنا نقول ذا از يوز بيفور سوبرلاتيف ادجكتيفز. اكزامبل عندي مثال هي از ذا فانيست بوي ان ذا كلاس, اوكي خليت الذا قبل من قبل صيغه المفاضله. عندي استخدامات الاز از, مرات تجيني الاز از بالجمله اللي مثبته ما بيها نفي ومعناها نفسه او متعادل متقارب, مثل ايش؟ جيم از از تول از بيتر, يعني هذا يقول لكم نفس الطول او متقاربين او متعادلين بالطول, لكن اذا استخدمت النوت ويا الاز از لا راح يصير هم ليسوا متقاربين وما يتشابهون بالطول او بالعرض او بالجمال وهكذا. زين she isn't as tall as her mother, هي ليست طولها كطول والدتها, احتمال هي اقصر, فاستخدمت isn't as as. احيانا استخدم so as, my car wasn't so expensive as yours, يعني سيارتي لم تكن غاليه كسيارتك, استخدمت as as واستخدمت so ويا as, كله وين؟ استخدمت بمن؟ بالمقارنه. هسه موضوع المقارنة والمفاضلة كمل ما اعتقد بصعوبة انتم ماخذيه. عندي هنا هذا الشكل اللي هو الوات, الوات تيجي بالاخير لايك, يعني وات وراها كلمات وراها لايك, تصير عندي جملة استفهامية بس راح تختلف عندي بشرطين, مرة لايك يجيني حرف ومرة لايك يجيني فعل. التركيب مالت هاي الجملة راح يصير الوات وراها احد افعال التوبي اللي هي is are am was where, بنفس الوقت يجي وراها فاعل سبجكت حسب الفعل اللي هو مثلا احتمال فاعل جمع او فاعل مفرد, وبعدين لايك في الاخير وعلامه استفهام. هنا أنا عندي يقول له الوات واللي ويتجي وياها لايك معناها نوصف شخص او شيء, واريدك من تقول لي يعني فد شيء عليه لان ما اعرف كل شيء. tell me about them او him, ليش؟ I don't know anything about them, يعني أنا كلش معروف على هذا الشيء أو الشخص أنت قولي عليه. مثلا أقول لك مثلا مثال what's Jim like, يعني أنت أسأل عليه من على شكله على وضعه, أنا ما أعرف كلش عنه, أنت شو قولي؟ تقولي he is intelligent, هو ذكي, and kind لطيف, and he has got lovely blue eyes, أوكي هو عنده عيون زرقاء جميلة. زين هاي هنا شو جاني بهذا السؤال بالوقت؟ جاني هنا اللايك, اجتني شنو حرف جر preposition in this question is, يعني لايك in this question is preposition not verb, مو فعل. عندي سؤال لك what does Jim like, باو هنا قبل شوية كانت هو يبدو أو طين مواصفات على شكله أوصف لي إياه, لكن بهاي شي يحب. what does Jim like, he likes playing football or tennis or anything, okay here like in this sentence, يعني like بهاي الجمله شو جتني؟ اجتني verb, like in this question is a verb not a preposition, يعني فرق. مرات استخدم like بالجمله نفسها حرف جر, واللي هو من يجيني حرف جر يسالني يعني اريد انا من اسال بي اريد مواصفات الشخص توصف لي,
ما لكن من استخدم اللايك فعل، وطبعا من راح استخدم فعل راح يصير عندي قبله فعل مساعد بالداز او الدو. ما اخذت هنا افعال التو بي، يعني ما اخذنا افعال التو بي مثل ما قلنا بهذا القاعده. راح يصير اللايك هنا فعل، واريد من عندك هذا يعني معناها يحب. عندي ملاحظه على من على الهو، هو هم اقدر اسال عليها فد شيء، اسال على الهو على صحه الشخص. مثل ايش؟ اقول لك هاو از يور فاذر، يعني ده اسال على من على صحته. يعني ما تعني انا دا اسال على مواصفاته، بان اقول لك هاو از يور فاذر، يعني ما اقول لك انا هاو از يور فاذر يعني شنو مواصفاته، لا اقول لك يعني شلون صحته راح تصير. هاو از يور فاذر، يو كان تيل مي هي از فيري ويل، ثانك يو. اوكي ناو اي هاف فينيشد ماي ليكتشر اند ثانك يو فور يور لسن. اشكركم لحسن الاستماع، وتابعوني فيديو ثاني راح احل بيه كتاب مالكم وكتاب النشاط. شكرا جزيلا.